بعض المشروعات التنموية، وأيضا نشهد الحركة اللي بقت دلوقتي بتحصل في كل مواني مصر في الإفراج عن البضائع اللي كانت متراكمة في المواني. احنا يمكن بدأنا بزيارة يعني واحد من أهم ميادين إسكندرية، ميدان محطة مصر، وتفقدنا أعمال التطوير. ويمكن أهم تحدي كان موجود في هذا الميدان هو كانت مشكلة الباعة الجائلين اللي كانوا بيحتلوا كل منطقة في الميناء في الميدان. والحمد لله يمكن من خلال تطوير كامل حضراتكم شفتوه معانا، اتعمل مبنى كامل لسوق للباعة الجائلين ولكل الباعة اللي بيبقوا موجودين في اسكندرية على مستوى حضاري. وده نموذج احنا بدأنا وحنستمر في تطبيقه في كل حتة في مصر. ويمكن كنت بتكلم مع السيد محافظ اسكندرية على كل الميادين الاخرى هنبدأ التطبيق فيها تباعا ان شاء الله. دخلنا وتفقدنا اعمال التطوير في محطة مصر نفسها اللي هي تعتبر واحدة من اقدم محطات السكة الحديد في مصر، وشفتوا حضراتكم معانا المنظومة الجديدة من الأبواب الإلكترونية والتذاكر وشكل القطارات الجديدة اللي بقت موجودة في محطة مصر. يمكن انتقلنا بعد كده إلى هنا الميناء اسكندرية، علشان طبعا الميناء بيشهد حجم يعني تطوير وإضافة للأرصفة عمرها ما حصلت في تاريخ هذا الميناء زي ما بيحصل في كل مواني الجمهورية. ويمكن حضراتكم يعني شفتوا معايا وإحنا بنتفقد كل مشروعات التوسع اللي بيحصل النهاردة في الأرصفة وإضافة أرصفة جديدة، وكلها مرتبطة والحمد لله بعقود تشغيل مع أكبر شركات في العالم. وتوقفنا وشفنا مع في أكتر من محطة حجم الحركة اللي موجودة والشركات العالمية اللي بقت موجودة النهاردة، واللي احنا كدولة مصرية تعاقدنا معاهم بالفعل على تشغيل كل الأرصفة والتوسعات اللي موجودة النهاردة في كل مواني الجمهورية الكبيرة. النموذج اللي حضراتكم شايفينه من أعمال التوسع اللي احنا النهاردة موجودين فيه موجود زيه في السخنة، موجود في جرجوب، موجود في اسكندرية، بقية اسكندرية هنا الدخيلة والمكس وفي أبو قير، في كل مواني مصر النهاردة وفي السفاجة بيحصل فيها عملية التطوير دي عشان تبقى مصر بحق يعني مركز لوجيستي عالمي في المنطقة دي كلها. إنما الحقيقة يمكن كان جزء من يعني هدف رئيسي من هذه الزيارة، وده طبقا لالتزام الحكومة وطبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بعمل نقلة نوعية في الإفراج عن كل البضائع اللي كانت متراكمة في المواني، واللي كانت حركة الصناعة والتجارة بتشتكي من عدم الإفراج عن هذه البضائع. احنا النهاردة يمكن يعني حضراتكم انا تعمدت واحنا بناخد اللفة ان احنا نقف على اماكن الفحص اللي بتحصل للحاويات. وهنا خدوا بال حضراتكم ده الفحص ده للحاجات اللي احنا بنقول عليها تعتبر او تصنف كمواد خطرة، يعني ممكن يبقى فيها شبهة انها فيها بعض الحاجات الخطرة وبالتالي بتستلزم فتح الحاويات، وان احنا بناخد عينة من هذه الحاويات ويحصل عليها فحص مشترك من كل اللجان في وقت واحد. وكل الحاويات اللي حضراتكم شفتوها دي هتخرج في خلال الساعات واليومين الجايين. فاحنا الجزء اللي احنا عشان كده احنا ما كانش فقط حركة خروج العربيات، ولكن ايضا فكرة فحص الحاويات، لان الحاويات دي هتاخد دورتها وهتخرج في خلال ساعات او يومين ثلاثة جايين ان شاء الله. احنا عايزين نأكد ان احنا كحكومة بالفعل خلاص في خطة كاملة لخروج كل البضائع من كل المواني. ويمكن كنا اعلنا على قدام حضراتكم وقدام فخامة الرئيس ان في الفترة ما بين 1 ديسمبر لغاية 23 ديسمبر خرج 5 مليار دولار بضائع. انا النهاردة بقول لكم والتزمنا ان احنا اسبوعيا هنعلن عن الارقام اللي بتخرج. الاسبوع الاخير بعد ما كنا اعلنا عن الافراج اللي هو انتهى يوم 23 كنا خرجنا 5، من يوم 24 حتى يوم الخميس او الجمعة اللي هو امبارح خرج بضائع 1,236,000,000 دولار اضافية. يعني كده احنا بنتكلم في حوالي 6.25 مليار خرجت كبضائع في شهر ديسمبر. وعشان بس حضراتكم نبقى بنأكد هذه الارقام، الحقيقة يعني تفنيطة او يعني التفاصيل بتاعة 1,236,000,000 دول تحديدا، منهم 195 مليون اغذية، منهم 89 مليون اعلاف، منهم 35 مليون أدوية ومستلزمات طبية، منهم حوالي 16 مليون مواد كيماوية،
في منهم 686 مليون مستلزمات إنتاج للصناعة كلها، ده بالإضافة إلى حوالي 216 مليون تانية حاجات أخرى متنوعة. إحنا هنبقى ملتزمين كدولة إن إحنا نعلن أسبوعيا عن حجم اللي بيخرج من كل المواد. ويمكن أنا عايز أقول لحضراتكم المشهد اللي إحنا بنشوفه النهاردة ده مكرر دلوقتي في كل مواني مصر. الأهم من ده كله إن إحنا في تواصل يومي مع كل السادة الوزراء طبعا، ولكن الأهم مع اتحادات الصناعة، اتحادات الغرف، وبنقعد معاهم يعني أنا مش عايز أقول لحضراتكم يوميا علشان نتوافق على خطة الخروج وأولويات الخروج خلال الأسابيع القادمة. طبعا الأولوية في الفترة الجاية احنا بنخرج كله زي ما حضراتكم شايفين، ولكن الأولوية في خلال الفترة الجاية للمواد الغذائية والمستلزمات الإنتاج اللي داخلة في الصناعات الغذائية والأدوية، علشان طبعا احنا كل سنة وحضراتكم طيبين داخلين على شهر رمضان ومحتاجين ان كل المصانع تعود الى عجلة الإنتاج بكامل طاقتها. وده يمكن اللي احنا اتفقنا عليه مع اتحادات الغرف واتحادات الصناعة، بقوا بيوفونا بقائمة يعني أنا عايز أقول يومية، ودي اللي احنا بنتوافق فيها مع البنك المركزي ومع الجمارك ومع الصناعة انها تخرج على طول، علشان يبقى النهاردة بإذن الله نقدر ان احنا نحرك ونعيد حركة الصناعة، وبالذات في الأولويات اللي احنا بنتكلم عليها. الخطة طبعا زي ما قلت لحضراتكم هتبقى اسبوعيا بنعلن عنها ان شاء الله لحضراتكم بتفاصيلها. النقطة الاخرى وهي المهمة، طيب احنا بنخرج لكن بقعدنا مع التجار وغرف التجارة وغرف التجارة المختلفة، قالوا لنا في متأخرات للموردين، يعني في بضاعة خرجت والموردين اللي جابوا لنا البضاعة يعني مفروض ياخدوا فلوسهم النهاردة علشان يقدروا بعد كده يدونا برضو نفس التسهيلات الائتمانية اللي احنا بناخدها، اللي هي بتمكننا ان احنا ندخل البضاعة وندفع الثمن البضاعة نفسها بعد 3 و6 شهور كمان. احنا بالفعل برضو حطينا خطة لسداد المتأخرات تباعا مع البنك المركزي، وبدأنا التنفيذ بالفعل، والنهاردة بنخرج بقدر الامكان حتى المتأخرات بيتم سدادها، وفي تواصل يومي مع القطاع المصرفي بالكامل علشان نضمن الحركة دي كلها تتحرك. طبعا احنا بنتكلم على فترة كانت متراكمة مش هتخلص في يوم وليلة، ولكن النهاردة بقت في خطة واضحة جدا بنتحرك عليها، وان شاء الله يعني كل هدفنا ان في خلال الاسابيع القليلة جدا القادمة نبدأ خلاص نخرج من هذه الازمة اللي كانت موجودة. انا عايز اقول لحضراتكم في نفس الوقت اللي خرجنا بضاعة بمليار و236 مليون، دخلت بضاعة اخرى جديدة المواني، ودي حركة هتفضل مستمرة، لكن الاهم ان خلاص عجلة الدورة نفسها رجعت تاني كما كانت، لان ده شيء مهم جدا. جزء اعتقد حضراتكم تابعتوه، ده كان جزء من التزام الدولة وكان سيادة الرئيس وجه بيه بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبالفعل البنك المركزي طلع يوم الخميس القرار بإلغاء العمل بموضوع الاعتمادات المستندية كإلزام لبعض يعني السلع والمستلزمات. بالعكس دلوقتي خلاص بقى الموضوع كل مورد او يعني حد بالنهاردة مصنع النهاردة حر ان هو يطبق اي منظومة هو كانت موجودة. يعني ببساطة شديدة بنرجع تاني الى ما كنا عليه في شهر فبراير الماضي من الاليات العمل ان شاء الله، وده اللي احنا بنتابع معاه مع البنك المركزي تطبيق هذا الموضوع. وانا عايز اكد لحضراتكم احنا فعلا يوميا، وبطمن المصنعين والموردين والمواطن المصري، احنا يوميا في تواصل واجتماعات دايمة كل قطاعات الدولة، القطاع المصرفي، الوزارات المعنية، كل دي شغالة مع بعضها النهاردة علشان نقدر ان احنا نكمل الحركة الكبيرة بتاعة خروج البضائع وضمان تاني عودة حركة الصناعة الى كامل طاقتها اللي احنا كنا كلنا عايزينه. يمكن في اطار الاستعداد لشهر رمضان، وكان برضو توجيهات فخامة الرئيس بتوفير اكبر قدر من المنافذ والاماكن لبيع السلع باسعار عادلة ومعقولة من هنا لغاية ما بعد كمان شهر رمضان، الحقيقة كان في تنسيقات كاملة ما بين وزارة التموين ووزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة واتحاد الغرف التجارية علشان نقدر ان احنا فعلا نبدأ نتيح اعتبارا من هذا الاسبوع اكبر حجم من المنافذ، وتم التوافق على
يعني فعلا افتتاح اكتر من 200 شادر على مستوى المحافظات كلها، ده بالاضافه للمنافذ اللي موجوده بالفعل، يعني منافذ وزاره التموين، منافذ طبعا وزاره القوات المسلحه، وزاره الداخليه، المحافظات، المنافذ العاديه، احنا مش بنتكلم على دول، ده بالاضافه الى دول هيبقى فيه 200 شادر اضافي هتعرض فيهم البضائع باسعار مخفضه، وتم التوافق على نسب التخفيض مع اتحاد الغرف علشان يبقى البضاعه متاحه، وحتى يعني الحقيقه تم الاتفاق مع السلاسل التجاريه الكبرى، الهايبرات والسوبر ماركتس الكبيره، ان هيبقى فيه ركن او مكان في هذه السلاسل كمان لعرض السلع بطريقه مخفضه ان شاء الله. الجزء المهم جدا واللي يمكن احنا دايما بنتابعه ويوميا على يعني معرفه وبنشوف كل وسائل الاعلام بتتكلم عليه، موضوع حمايه المواطن من جشع بعض التجار، واحنا خدنا اجراءات بالفعل، ان احنا قلنا من يعني وانتهت بالفعل المهله ان لازم كل منفذ بيبيع بضاعه يكون حاطط الاسعار على هذه المنافذ، على هذه السلع بتاعته يبقى موجوده وسعر معلن محطوط. انا مش بناقش السعر ايه، لكن انا بتكلم على وده الاهم، السعر اللي بيحدده هو اتحاد الغرف، هو اللي بيحدد اسعار السلع، احنا بنتكلم السلع الاساسيه والاستراتيجيه اللي تهم حياه المواطن اليوميه، الاسعار موجوده، احنا كل اللي يهمنا ان المنفذ يبقى ملتزم بهذه الاسعار اللي بتعلن. انما الشيء المهم ان تكليف كل جهات الدوله، الداخلية، شرطة التموين، المفتشين بتوع التموين، المحافظات، جهاز حماية المستهلك، كل هذه الأجهزة بتنزل وتراقب وتتابع علشان نتأكد من تنفيذ هذا الموضوع. ولكن برضو عشان المواطن يبقى عارف، احنا بنتكلم على مئات الآلاف من المنافذ اللي بتبيع، احنا مش بنتكلم فقط على أنا آسف السلاسل الكبيرة ولا السوبر ماركتس الكبيرة، احنا بيبقى عندنا محل صغير موجود في حارة، موجود في قرية، هنا برضو هنا يمكن دي نقطة مهمة جدا، وأنا دي اللي أنا بطالب يعني الإعلام المصري إن هو برضو يبقى فيه توعية للمواطن. احنا النهاردة كدولة حريصين كل الحرص على التطبيق، طب المواطن راح نزل ولقى منفذ مش ملتزم، يبقى بيبلغ ويساعدنا ويقول لنا المنفذ الفلاني اللي في المكان الفلاني مش ملتزم باللي الدولة أقرته، يبقى احنا بنتحرك على هذا المنفذ مباشرة ونتخذ الإجراءات الرادعة اللي احنا كلنا أعلننا عنها. فبالتالي أنا بطالب الإعلام والمواطن المصري إنه يبلغنا لو في أي مكان لا يلتزم باللي احنا أعلننا عنه، يبادر بالإبلاغ عنه، وإحنا علشان نتحرك في هذا الشأن. وعندنا نقاط اتصال كتيرة جدا بدءا من منظومة الشكاوى في مجلس الوزراء، وأرقام الخطوط السخنة على مستوى جهاز حماية المستهلك، وزارة التموين، محافظات، كل دي أماكن يقدم فيها الشكوى علشان نقدر نتحرك في هذا الشأن. إن شاء الله إحنا الفترة دي يوميا شغالين على موضوع توفير السلع والبضائع، وبطمن المواطنين المصريين إحنا بالتعاون الحقيقة مع كل رجال الصناعة واتحاد الغرف الخطة موجودة إن شاء الله لما بعد كمان رمضان، وإن شاء الله بنتحرك في هذا الشأن. أهم شيء هو إن حركة الصناعة وعجلة الإنتاج تعود إلى ما كانت عليه، لأن هو ده اللي بيزيد الإتاحة، وده اللي إحنا بنتحرك فيه الحمد لله في هذه الفترة. لكن خلينا نتكلم على أيضا نقاط مهمة جدا للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري الدولة بتتحرك فيها، والأيام الماضية احنا يمكن من ساعة المؤتمر الاقتصادي اللي أعلننا فيه عدد كبير جدا من الإجراءات والتوصيات، الدولة المصرية بتتحرك، ويمكن أنا وأعلننا أن احنا لدينا خطة كحكومة لتوفير موارد النقد الأجنبي لغاية نهاية الخطة أو نهاية العام المالي الحالي اللي هو ينتهي 30/6. لا، احنا عندنا خطة كمان لما بعد ذلك، احنا عندنا العام كامل ميلادي في خطة واضحة بنشتغل عليها، والخطط دي بتبقى الدولة بتشتغل فيها ولا تعلن إلا بعد ما يتم الإنجاز، وبالتالي احنا بنتحرك فيها بخطة كبيرة جدا، ويمكن أعتقد جزء من حركة البضاعة دي بتبقى جزء من هذه الخطة اللي بتتنفذ والإفراج عن هذا الموضوع. لكن على الجانب الآخر، يمكن احنا فخامة الرئيس أقر ووافق على وثيقة سياسة الملكية اللي بتشجع وتؤكد على دور وتمكن وتزيد من تمكين القطاع الخاص، والنهاردة يمكن احنا أطلقناها وحطناها على موقع مجلس الوزراء،
علشان يبقى الكل عارفها. ودي كانت وثيقة هامة جدا التزامنا كحكومة أعلناه في المؤتمر الاقتصادي، إن إحنا قبل نهاية عام 2022 هتكون هذه الوثيقة أقرت بصورة رسمية. فخامة الرئيس وافق عليها ووجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء عشان تتابع التنفيذ وتوافي فخامته بتقرير دوري عن الإنجاز اللي بيتم في هذا الموضوع. ودي خطوة مهمة جدا، كان كل المجتمع الاقتصادي في مصر بيطالب بهذه الخطوة المهمة. أيضا يعني فخامة الرئيس وقع على قانون التعديلات المهمة جدا اللي اتعملت على قانون حماية المنافسة والحياد التنافسي ومنع الممارسات الاحتكارية، ودي أيضا كانت خطوة مهمة جدا وكل السوق كان بيطالب بيها. وأيضا احنا الحمد لله أقر هذا القانون وفخامة الرئيس وقع على القانون بعد ما كان مجلس النواب وافق عليه. احنا مستمرين وبقوة في تيسير كل الإجراءات اللي تحاول تبسط وتيسر عملية الاستثمار. والنهاردة موضوع الرخصة الذهبية حضراتكم عارفين ان بقى حتى بنتيح آلية انه يقدم مباشرة جوه مجلس الوزراء، وبتابع كمجلس احنا بنتابع كل الإجراءات اللي بتحصل علشان نيسر من هذه الإجراءات طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس. السيد وزير المالية عرض على المجلس من يومين كل الإجراءات الخاصة باستقرار المنظومة الضريبية علشان تبقى واضحة، ويمكن يعني كان توجيه لسيادته ان يتعمل لقاءات كبيرة جدا وموسعة مع مجتمع رجال الأعمال والاقتصاد والغرف كلها عشان نعلن كدولة ادي خطتنا الواضحة لما يخص السياسة الضريبية لمصر، علشان يبقى الكل عارف ادي المنظومة اللي موجودة في مصر لخمس سنوات وما بعد ذلك، علشان دي كلها كإجراءات تبقى واضحة لأي مستثمر أو أي مصنع النهاردة موجود يبقى عارف الفترة الجاية والرؤية الجاية الفترة الجاية عاملة إيه. إحنا شددنا في مجلس الوزراء الماضي على إن مفيش أي جهة في الدولة تزيد أو تفرض أو تعدل من أي رسوم أو مقابل خدمات إلا بالرجوع لمجلس الوزراء مباشرة. ما يقدرش ياخد أي قرار انه يعدل، يعني هنا كلمة التعديل طبعا الزيادة، انما لو بيخفض ده شيء محمود، انما انا بتكلم هنا على ان اي تعديلات تحصل في اي رسوم او مقابل خدمات ما تتمش الا بالرجوع الاول لمجلس الوزراء علشان نحافظ بقدر الامكان على استقرار السوق في خلال الفترة القادمة ان شاء الله. انا حبيت بس ان احنا يعني كلنا نبقى واعيين باللي بيحصل في الفترة دي ورؤية الدولة ايه والتحرك في هذه الفترة بنتحركه ازاي. وزي ما بقول لحضراتكم احنا على مدار اليوم مش على مدار الاسبوع ولا الشهر بنتابع الموقف على الارض وبنشوف الدنيا بتتحرك ازاي، وكل اجهزة الدولة النهاردة ملتزمة ومعبأة ان احنا نعمل انفراجة كبيرة جدا في الاقتصاد المصري ان شاء الله في خلال الفترة الجاية. انا بشكر حضراتكم جدا في هذا الشهر.